بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتوالى الأشواط شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم في أشواط التميز، أشواط النخبة. شوطنا السادس من أعلنت انطلاقته منذ لحظات، وهو شوط خاص بذل المهجنات الأصايل في مسافة ورحلة 8 كيلومترات. كما نذكر مشاهدينا ومتابعينا الكرام بأن انطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 2 من بعد ظهر هذا اليوم. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط والاندفاع الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. أرى هناك أيضا اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة وقادت المجموعة منذ البداية. نتابع نوف للسيف بن مبارك بن هواش الخيلي، تليها اللي في المركز الثاني جلمودة لفهد بن فهيد بن طحنون الهاجري، ومع المركز الثالث أرهني أسباب شعار مانع بن خليفة بن رشيد السويدي على ظهر أسباب مع المركز الثالث. رابع التحديات من الجانب الآخر سلهودة ومسري بن سالم بالعرض الحميري، من يتابع انطلاقة سلهودة مع المركز الرابع. نتابع المركز الخامس، كي أردت تسلل لعنيدة لمساعد بن محمد بن مساعد المنصوري، ومع المركز السادس من الجانب الآخر أرى هناك أيضا جبارة لحمد بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. يا سلام، انطلق مع المركز السادس جبارة، ومع المركز السابع أرهني إدبي مع المركز السابع ليمع بن عبيد بدبيلة الفلاسي. نتابع المركز الثامن، ننطلق بثامن التحديات، وأرهني النشمية مع المركز الثاني لعبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي. تنطلق أيضا النشمية بالأداء الرائع مع المركز الثامن. تاسعا القدوم لبراهين لعلي بن راشد بن جهيم المري، ومع المركز العاشر من الجانب الآخر أرى هناك أيضا مهابة حاملة للرقم 10 في هذا المسار، اشطيط ومصبح بن مسحار الكتبي، من يتابع هذا الانطلاق. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول للعشر المراكز الأولى في أشواط التميز وفي رحلة 8 كيلومترات، وشوطنا السادس مشاهدينا متابعينا الكرام. سير مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات الرائعة والتغييرات مستمرة، ولكن نوف على الصدارة، نوف على مقدمة هذا الشوط بهذا التحدي المثير. وأرى أسباب بدأت تتسلل في هذه اللحظات بشعار مانع بخليفة بن رشيد السويدي، من أطلق أسباب مع هذا التحدي المثير. نوف مع المركز الثاني سيف بن مبارك بن هواش الخيلي، ومع المركز الثالث نتابع جلمودة مع المركز الثالث بشعار فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري، من يتابع انطلاقة جلمودة مع المركز الثالث. رابع التحديات، نتابع سلهودة مع المركز الرابع ومسري بن سالم بالعرطي الحميري، متابعا لانطلاقة سلهودة مع المركز الرابع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس،
كي أرى النشمية تنطلق مع المركز الخامس عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي متابعا لانطلاقة النشمية مع المركز الخامس وسادسا مشاهدينا متابعين الكرام نتابع دبي نتابع دبي من تنطلق مع المركز السابع شعار يمعى بن عبيد بن دبيلة الفلاسي على ظهر دبي وهي تنطلق مع التحدي المثير يا سلام التحديات رائعة سابعا من الجانب الآخر نتابع جبارة مع المركز السابع شعار حمد بن عوض بن زيتون المهيري من يتابع انطلاقة جبارة وهي تنطلق مع المركز السابع من قدم مزنة في شوطنا الماضي يقدم جبارة في هذا الاندفاع ومع المركز السابع نتابع ثامن التحديات نتابع مهابة مع المركز الثامن اشطيط بن مصبح بن مسحار الاجتبي في متابعة وانطلاقة مهابة مع المركز الثامن تاسعا من الجانب الآخر عنيدة لمساعد بن محمد بن مساعد المنصوري ومع المركز العاشر أرى القدوم للغشمرية عودة بن سالم بن عيد الرويعيات العطوي من يتابع انطلاقة الغشمرية مع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام النداء الثاني للعشر المراكز الأولى غادرنا لوحة الأربعة كيلومترات انتصفنا المسافة وبدأ أيضا بدينا نعادل حزام الغابات على اليمين وأسباب على الصدارة أسباب على مقدمة هذا الشوط تقدم الأداء المتميز أسباب شعار مانع بخليفة بن رشيد السويدي من يتابع انطلاقة أسباب المركز الثاني أرى نوف مع المركز الثاني منذ البداية بقمة التحدي والإثارة نوف وشعار سيبر مبارك بن هواش الخيلي ولكن النشمية بدأت تتسلل خلش نشمية يا النشمية والشعار عبد الرحمن بن سعيد بن سالم الكعبي من يتابع انطلاقة النشمية اللي انطلقت بدورها في هذه اللحظات مع المركز الثاني المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع جلمودة لفهد بن فهد بن طحنون الهاجري مع المركز الرابع بينما انطلقنا مع المركز الخامس نتابع سلهودة مع المركز الخامس مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع انطلاقة سلهودة مع المركز الخامس التحديات مستمرة الانطلاقات رائعة في صباح هذا اليوم يا سلام نعود مع المركز السادس نتابع جبارة مع المركز السادس حمد بن عوض بن زيتون المهيري متابعا لانطلاقة جبارة مع المركز السادس سابع التحديات مهابة اشطيط بن مصبح بن مسحار الاكتبي ومع المركز الثامن وصلت الغشمرية مع المركز الثامن عودة بن سالم بن عيد العطوي في متابعة وانطلاقة الغشمرية دبي تنطلق بهذا التحدي المثير يمع بن عبيد بالدبيلة في متابعة وانطلاقة دبي ومع المركز العاشر القدوم والتحديات من براهين علي بن راشد بن جهيم المري في متابعة وانطلاقة براهين اللي تسللت بدورها وانطلقت مع المركز العاشر ولكن بدينا ننعطف مع المنعطف الأخير لهذا المضمار مضمار الثمانية كيلومترات يا سلام نتابع الصدارة وأسباب على الصدارة تقدم الأداء الرائع والعرض الجميل تشق طريقها إلى الانتصار إلى التحدي شعار مانع بخريفة بن رشيد السويدي على ظهر أسباب بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات وبدينا نغترب مشاهدينا متابعينا الكرام ونعادل لوحة 2 كيلومترات بوابة المدرج غادرناها وأول العابرات أسباب من عبرت بوابة المدرج بكل تحدي مانع بخريفة بن رشيد السويدي النشمية مع المركز الثاني يا سلام تحديات رائعة انطلاقات جميلة النشمية عبد الرحمن بن سعيد بن سعيد
سالم الكعبي وصلت الغشمرية، وصلت الغشمرية مع المركز الثالث عودة بن سالم العيد العطوي في متابعة وانطلاقة الغشمرية. ومن الجانب الآخر هناك أيضا جلمودة بشعار فهد بن طحنون الهاجري براهين تصل مع المركز الخامس لعلي بن راشد بن جهيم المري ودبي دبي 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 مع المركز السادس يمع بن عبيد بن دبيلة متابعا لانطلاقة دبي. مع المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام التحديات لمياس سالم بن محمد بن سالم بن سعيد العفاري بأول ندى، بأول ندى لمياس تتسلل تنطلق تشق طريق أيضا إلى الأسامي المتقدمة في هذا في هذه المعمعة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن أسباب على الصدارة، أسباب على مقدمة هذا الشوط، تقود المجموعة، تقود المجموعة بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. مانع بخليفة بن رشيد السويدي يتابع انطلاقة أسباب بمانع مع الأداء الجميل. المركز الثاني جلمودة بشعار فهد بن طحنون الهاجري دبي مع المركز الثالث يمع بن عبيد بن دبيلة. الغشمرية تتسلل تنطلق من المراكز المتقدمة. عودة بن سالم بن عيد الأعطوي من يتابع، من يتابع، ولكن مياسة، 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 مياسة تتسلل في هذه اللحظات. سالم بن محمد بن سالم العفاري ودبي دبي 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 مشاهدينا متابعينا الكرام يمع بن عبيد بالدبيلة. يا سلام، صدرت الأوامر، صدرت الأوامر، وأسباب، أسباب على الصدارة، أسباب على المقدمة. ما شاء الله تبارك الله، أسباب ولا ماشي أسباب. يا سلام يا سلام يا سلام، دائما تشكل في غياضي. بالفعل أسباب على الصدارة، أسباب على المقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، وأسباب تنطلق بناموس هذا الشوط. اندفعت بالصدارة، اندفعت بالمقدمة بتحديات جميلة، أسباب على الصدارة. تهانينا لمانع من خليفة بن رشيد السويدي، تهانينا لبمانع الداعم الرئيسي لهذا الشعار. وسلام، سلام يا جميرة، سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي تقدم أسباب. تهانينا، تهانينا لمانع بخليفة بن رشيد السويدي على فوز أسباب بالمركز الأول، بينما الوسط مع المركز الثاني دبي مع بن عبيد بن دبيلة، المركز الثالث الغشمرية عودة بن سالم العطوي، المركز الرابع مياسة سالم بن محمد بن سعيد العفاري، المركز الخامس المركز الخامس كانت تحديات أيضا والدخول جماعي. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول أسباب 12 دقيقة 54 ثانية 7 أجزام من الثانية، التوقيت الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظات. تهانينا لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز أسباب بالمركز الأول، بينما الوسط مع المركز الثاني دبي تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول. تهانينا ليمع بن عبيد بالدبيلة على فوز دبي بالمركز الثاني، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 59 ثانية بالوفاء والتمام. واللي وصلت مع المركز الثالث الغشمرية مشاهدينا متابعينا الكرام تقطع المسافة 12 دقيقة 59 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لعودة بن سالم بن عيد الأعطوي.